استلام للكرة، هذه خطيرة، فيها توغل داخل منطقة الجزاء. الثالث، الله الله على التسديدة، لكن الكرة نعم اسم جديد واسم حاضر راح يكون ثنائي مرعب مع الفريق ليفربول من خلال هذا روبرتسون. لعب الكرة الآن محمد صلاح، نقلة أمامية، السلام على النقلة، هذه خطيرة البينية الجميلة، لكن الكرة بعد ذلك قراءة ممتازة من جانب المدافع كلاين. في لحظة ابعاد الكرة مستمرة، محمد صلاح فيها تسديدة قوية، الله 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 الله، ما يفعلها إلا صلاح، ما يفعلها إلا صلاح، مو صلاح هداف الريدز يبدأ ويسجل الهدف الثاني. ما يطول ما يطول، نعم ما يطول، اجاب الهدف وسجل الهدف. يحاول محمد صلاح يتقدم، هذه خطيره في مكان، لكن الكره احداث هذه المواجهه يا من يشاهد ويتابع معنا عبر قناه نيجي على المسمار الصغير دوت ونبدا نزود الصاموله دي شويه عشان الدور العالي ياخد له اطول فتره ممكنه في الميه تكون عاليه. طيب تعالوا بقى نجرب دوت عملي قدامكم كده ونشوف، نجرب عملي قدامكم ونشوف. طبعا زي ما قلنا ان المسمار الكبير ده بتاع ضغط الميه، كل ما بنزود كده كل ما بنزود كده ونربط على الصاموله دي، كل ما ضغط الميه في المؤشر دوت بيزيد، وكل ما بنهوي على المسمار الكبير، كل ما نهوي على الصاموله دي كل ما ضغط الميه بيقل. اما المسمار الصغير كل ما بنربط كل ما بنربط فوقت ضغط الميه بيزيد، وده ما بنستخدموش غير فوق الدور الرابع يعني.